بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم. ان شاء الله في الفيديو هذه نلقاكم بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم متنوعه، حبيت نوريكم روتين تاعي يوم الجمعه. البنات كاين بزاف الاشياء مفيده ان شاء الله تفيدكم. حاجه الاولى، كي ما نخدمش الجمعه البنات، فريجيدار قتلني طول طون مسحول البنات بالماء والخل، ما ندير حتى حاجه غير الماء والخل. شلت هذه الفوسطه هذه معكم، نمسح القجر هذاك، نفيريفي ولا حاجه ماشي مليحه نحيها، خاطر القضينا باش نجمع الخضرة. هنايا الكوتي هذاك تاع الكونجيلاتور تحت، هنايا البنات عندي كونجيلاتور هذا قديم، مي على بالكم يرفد خير الجديد هذاك. فيف البنات الكونجيلاتور هذا تاع القدم نستعملو بالبزاف. الخضره تاعي نقيتها خليتها تقطر كي تنشف باش نجمعها، نوريكم الطريقه تاعي في الفيديو المقبل كيفاش نجمع الخضره. انا ما نجمعهاش البنات خضره، نطيبها ونجمعها. هنايا شريت البويط هذه، حبيت نشارك معكم ملح البنات، ندير فيهم نقسم الدلة خير ما تخليها هكذا، نقسمو نديرها في الفريجيدار بخاتيك ما تاخذش البلاصه. وتاني ملح هنايا جوست الفطور تاعي، راني وحدي في الدار، درت زروديه والبيض، هنايا درت ربع حبه تاع فلفل، راني نشوي في الفلفل البنات. سيقت كاع الدهوه، مسحت الغبار. هنايا الكوان تاعي وين ندير لونجيسترمون في الصالون. دونك هنايا الحاجه الاولى، نوض على 6 تاع الصباح ندير سوره البقره. لازم نزيد لها للصوم يا سور، كي نوضو على 9 نزيد لها للصوم. كيف مسحت كاع الغبار البنات، سيقت كاع الدعوه بالماء والجافيل. هنا الكوزينه دورت الكراسه كيف سيقتها تخي تخي بيان. بعد ما شويت الفلفل هذاك خليته هكذاك حتى برد، دوكا نجي نديرو البنات نقشرو الفلفل البنات. راه مازال راني نشوي في الغطا هذيك، ما لازمش ديروه ديريكت مو في الكاس هذاك، قالوا لك مضر للصحه. ما عنديش الوقت باش نروح البنات الحانوت نشري لاغرياد ندير بها، ماشي لاغرياد هذيك نورمال، قالوا لي لازم تجي خشينه. ومن بعد نقشروا البلاد شويه حر شويه حلو، حبه تاع طوماطيش نطوط لازم تنحيو الزريعه. شوفوا البنات كيفاش معمر بالماء، ندير يعني يقولوا لك ديجا يديروا له سيروم الكوتا هذاك تاع الماء. دونك الطوماطيش هذه ماشي مليحه باسكو كاين هذاك لوفير في الوسط الاخضر هذاك، انا ما نحبش هذه، نحب مرق مرقه ولا كيفاش يقولوا الطوماطيش هذه، نحب الحمره هذيك تاع المادوت هذيك الشابه اللي نجمعوها. دونك البنات نقشر كلش، لازم تقشري كلش، طوماطيش فلفل تنحي الزريعه تنحي هذاك اللي ماشي طيب مليح. نقطعوا البنات ونوريكم كيفاش ندير الوصفه هذه سهله، ابسط وصفه البنات. بديت ريشي البنات من رمضان حتى دوكا سيد ديسيديت، لقيت بلي كل ميزان سي بون كاين، هو كي يعني تحسن عندي الغده الدرقيه، عندي الكواط تاعي ما يخدمش. دونك لو كان نزيد نسرح روحي نلقى روحي وليت جو سي با 130 140، لازم نعسر روحي باسكو قلت لكم كنت مريضه، دونك عندي البروبليم تاع لا فيتامين دي، الكواط طلع لي حتى 9، الميدسا هذيك ماقديش ميم با نمشي ونديري كاع جوزه. ومن بعد وليت دوكا سي بون، كي يوصل 41 سنه يبدل السيره تاعو كيفاش ياكل وكيفاش يفو فيغ اتونسيون صحه ما يعطيها لكش واحد. دونك هنايا درت الفلفل تاعي بعد ما قطعتو، ني زيت ني البنات نعرف ندير الزيت نعرف ندير كلش، مي فو فيغ اتونسيون ميم الملح نقصت البنات، سورتو بدا الريزولتا يظهر دونك يفو فيغ اتونسيون. خلاص واحد كي يحكمو الفريش سي طخو طار هذاك باش يدير اتونسيون. لي فيديو هادي درتها لكم يعني اخت نصيحه ليكم، كيما فقت انا روحي حبيت بزاف الناس يفيقوا هكذا الصحه تاعهم. دونك لا سالاد طول طون كاين بواط في بواط تاع الشلاضه في الفريجيدار البنات، باش كي نروح ناكل نلقى طول طون واش ناكل، ماشي نسوتي سور الحلويات. البيض هذاك قشرتو، زروديه هذيك كوبيها هكذا دوائر، ديري الخضره اللي تحبي. على بالكم هنايا درت الخس درت الخيار درت الطوماطيش، نحيهم برك الزريعه. احسن وقت ديري فيه ريجيم هو الصيف باسكو كاين الخضره بالبزاف وتاني رخيصه. كي ديري ريجيم لازم لك البروتين، البروتين صافي ديري يا سمك يا دجاج يا مي، احسن يعني ديريه اسهل وارخص هو البيض. البيض يقدر واحد يشريه، على بالكم لا بليبار تاع الناس ما ياكلوش مليح خاطر ريجيم واعر. لي يقول لك بلي كريجيم ساهل سي فو، ريجيم لي ريش لي يديروا هذوك اللي عندهم دراهم لي يديروا الريجيم، باسكو الماكله الصحيه صعبه وتاني غاليه ولازم لها الوقت. خديت هنايا حبه تاع القرص البنات،
دونك القرص هذاك باش يقعد لكم هكذاك بلان ديري برك ثقب ما تقطعيهاش، ومن بعد باش تخليها فريجيدار تحكم لي سمانه، خاطر دوكا القرص غالي البنات راه 35000، كي تشري 3 4 حبات يقعدوا لك في سمانه. دونك شوفوا نعمر مغرف ندير اون فينيغريت باش تجيكم الشلاضه تاعكم بنينه. السر هو لا فينيغريت لا سيزونمون، وما الشيء اللي ديري يجيك بنين، مي كلش لا فينيغريت. درت قالوا لي لازم ديري القارص الخل، شفت بزاف تاع لي فيديو، دونك درت مغرف تاع القارص، درت نص مغرف تاع الخل، درت شويه برك تاع الملح، هذا نخليها ومن بعد البنات فريجيدار ثاني كي نحب ناكل نحيها باسكو كاين بزاف. تخلطيها وتخليها فريجيدار واحد 5 دقائق باش تروحي تاكلي. شلاطه ثاني تاع الفلفل ولا الحميص ولا راه واجد، ندير عليه ثاني مغرف تاع زيت الزيتون. نوريكم دوكا البنات واش نفطر هنا، يعني كواليس برك هذه درتها لكم نصيحه باش وصلت نفيق الحوايج هادو. والله البنات شفت بزاف تاع لي فيديو لي ميدسان حتى فهمت الحوايج، كاين الحوايج ما نفهموهوش و جو سي با. هنايا راني خديت هكذا طبسي باش نفرغ فيه، دونك هاوليك لاصالاد نتاع الريحه اللي تجي منها قارص الخل وحدها. البنات هذاك الفلفل هذاك تاني ناكلوه. نوريكم حاجه ثاني، الدلاع هذاك حطيته هنا قدامي، نورمالمون نبدا بالكاس تاع الماء ومن بعد ناكل الفاكهه باش ناكل الماكله نورمالمون هكذا. ثاني هنا عندك الخل، دونك ديري نورمالمون قبل كل وجبه تشربي الكاس ديري عليه مغرف تاع قهوه تاع الخل، الخل تفاح، وندير عليه الكاس تاع الماء تخلطيه وتشربيه قبل ما تاكلي الماكله تاعك. هنا خبز تاع الشهير كسره تاع الشهير لازم تاكلي 4 وحتى 8 ولا ما شبعتيش، دونك انا ناكل 4 بس كاين بزاف الخطره، ناكل 4 الصباح 4 لابخي ميدي نشوف. دونك نبدا بالكاس هذاك. البنات تاع الفيديو هذا خليته بالتلافه وين علقت الميزان تاعي الشهر اللي فات وزنت والشهر هذا وزنت، نديرهم قدام فريجيدار باش كي نروح ناكل برك كي نتفكر الميزان تاعي نبلع فمي ما ناكلش بزاف. ندير اتونسيون لاستوس هذه شفتها البنات عطاهولي فريمون ان شاء الله تفيدكم. كاين البنات مليح لا ديفيرونس كيفاش كنت وكيفاش وليت، دونك ماشي زعما ريجيم، هي الوقايه تغذيه صحيه ماشي ريجيم، تاكلي تغذيه صحيه. البنات كنت 90 ومن بعد قلت رجعت 85، شوفوا البنات 85 ودوكا ان شاء الله شقفه نوزن في الشهر ونجيبها لكم باش تشوفوها. خلعت لاماس ميسكولير اكسيتيرا. انايا لا فيديو هذه نشرتها ديجا، نعاود نوليو الوصفات من لي فيديو اللي شفتوهم بالبزاف وكتبتو لي عليه لاصالات على ريكو وقتها هنا. دونك هنايا تاخدي لا ريكو تاخدي زروديا تاخدي البطاطا الخضرة اللي تحبيها، مي لاباس تاع لاصالات على ريكو نديروها هكذا. دونك زروديا هذيك نكوبيها، دونك تقشريهم تغسليهم كوبيها بالطول هذه هكذا باش تجيك شابه خير، ونروحو نفوروها. درت القدره تاعي درت عليها البيض، نقطع الخضره هذه ونديرها تفور. لا فيديو تاع اليوم خلطت بزاف تاع الحوايج، وريت لكم شويه تاع الكواليس باش برك نزوخو بالاطباق هذيك. انايا درت القدره درت 4 حبات تاع البيض، انا لاصالاد هذه يحبوها كاع في الدار، دونك ندير كلش، حبيتي تغليهم حبيتي تفوريهم، دونك انايا هنايا نفورهم. دونك تبدا بزروديه ومن بعد لاريكو ومن بعد البطاطا ومن بعد الملح، ديري لهم الغطاء والنتيجه روعه. قلت لكم الوصفه هذه كاينه درتها من بين السلطات اللي نحبوهم ناكلوهم في الصيف. البنات السخانه بدات دونك ما نقدروش ناكلو الطواجن كيما تاع الشتاء، دونك ماشي كيف دونك نحبوا السلطات هذه باش ياكلوها كاع في العائله. السكري البنات هو لا فينيغريت لازم تجي بنينه، دونك خليتهم يفوروا. الوصفه بالتدقيق تلقاوها لا فيديو تاعي شوفوا الريزولتا الي ريش كاين كلش فيها. صلاه بركتاجكم الوصفه هذه، ومعني نقول لكم الى لا بروشين فيديو، السلام عليكم.